منذ أكثر من 25 عاماً ونحن ملتزمون بدعم وتشجيع رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية وخارجها. احتفلنا بهذا الحدث المهم في حلبة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 على كورنيش جدة في عام 2022، وبينما نتطلع إلى 25 سنة القادمة أكثر من أي وقت مضى، فإننا ندرك القيمة التي يمكننا إضافتها لإشعال الشغف والطموح والابتكار والاستدامة والإمكانات من الجماهير العادية إلى الدائرة الدولية المهنية. نحن فخورون بلعب دورنا من خلال الشراكة مع أكبر بطولات السباق على مستوى المملكة العربية السعودية، والعمل بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مما يوفر فرصة مهمة للمساهمة في مشاريع رياضة السيارات الوطنية، وهي ركيزة أساسية لرؤية السعودية 2030 وتزويد الشباب بفرص للعمل والمشاركة في تعزيز الدور السعودي المتنامي في المشهد الرياضي والسياحي العالمي. نحن نرعى أبطال اليوم والغد وندعم المواهب المتميزة التي تعتبر من رواد هذه الرياضة عالمياً. يزيد الراجحي البطل الوطني في رياضة السيارات، سفير المملكة العربية السعودية وشركة جميل للسيارات، بطل كأس العالم للاتحاد الدولي للسيارات لمرتين، والفائز ببطولة تويوتا السعودية لمرتين. أيقونة للرياضة ونموذج يحتذى به للسائقين الطموحين وسائقي المستقبل. دانيا عقيل نجمة صاعدة على الساحة الإقليمية ولاعبة رياضية مشهورة عالمياً في رياضة السيارات، أول سعودية تحصل على رخصة سباق الدراجات النارية، أول امرأة عربية تفوز في فئة T3 لسباق اختراق الضاحية في كأس العالم للاتحاد الدولي للسيارات، وأول امرأة عربية تأتي ضمن المراكز العشرة الأولى في رالي داكار. والنجمة الصاعدة مها الهمالي بعد نجاحها في رالي تويوتا السعودية. التزامنا المستمر يؤكد على دورنا في تطوير رياضة السيارات على المستوى الوطني بما يتماشى مع المبادرات الحكومية لتمكين المرأة في الرياضة والاحتفاء بإنجازاتها. ولذلك في عام 2022 أطلقنا رالي جميل، وهو أول رالي ملاحي على الطرق الوعرة للنساء في الشرق الأوسط بالتعاون مع باخشب لرياضة السيارات والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وهي مبادرة رائدة من شركة جميل للسيارات. أكثر من 30 فريقاً مكوناً من امرأتين يستخدمون أحدث معدات الملاحة للتنافس عبر صحاري المملكة العربية السعودية المذهلة في مركبات قياسية غير معدلة للطرق الوعرة لمسافة 1600 كيلومتر من العلا إلى القصيم. أصبح هذا الحدث السنوي الآن معلماً أساسياً في تقويم رياضة السيارات السعودية، حيث يظهر النساء كمنافسات حازمات ومتمكنات. بالطبع لا سبيل إلى نجاح أي رياضة احترافية بدون دعم لقواعدها وتطويرها، ولهذا السبب نقوم برعاية الجيل القادم من أبطال السباقات من خلال مدرسة غازو ريسينج السعودية للسباقات، وهي مبادرة مشتركة مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. يحضر 60 مشاركاً لمدة 5 أيام دروساً لتعليم قيادة السيارات في جدة من خلال دورات في 4 تخصصات: سباق السرعة، تسلق التلال، الدريفت وأوتو كروس. يتم اختيار المتسابقين 4 النهائيين لتمثيل فريق غازو ريسينج السعودي للمنافسة في بطولة تويوتا السعودية، حيث يقودون سيارات غازو ريسينج تويوتا المتطورة بما في ذلك ياريس غازو ريسينج وغازو ريسينج 86 وسوبرا. من الحلبات إلى الحلقات الدائرية ندرك أهمية تسخير المنافسة لدفع الابتكار وتطوير تقنيات جديدة لتقديم حلول أفضل وأكثر استدامة في مجال التنقل للجميع. نحن نفخر برعاية فريق رياضة السيارات الياباني المستقل روكي ريسينج المملوك لرئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن أكيو تويودا. في عام 2021 حقق فريق روكي ريسينج إنجازاً متميزاً في سباق سوبر تايكيو، حيث شارك بسيارة من طراز غازو ريسينج كورولا تعمل بالهيدروجين، وأكمل سباق التحمل لمدة 24 ساعة لأول مرة. نحن نتبنى رؤية الفريق للتنقل المستدام وندعمهم في إظهار طاقة الهيدروجين الطبيعية وعرض مجموعة من المركبات المبتكرة العاملة بالوقود المحايدة للكربون. معاً نخطو خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز الممارسات المستدامة في رياضة السيارات، وهي رسالة واضحة مفادها أنه من الممكن التسابق بشكل تنافسي وحماية الكوكب. في جميل للسيارات لا نزال مدفوعين بإثارة السباق وتعزيز الابتكار والتحسين المستمر
ودفع الحدود وكسر القيود والسعي للحصول على المركز الأول. نحن ملتزمون بتزويد الصناعة بالموارد والدعم الذي يحتاجه الأفراد والفرق الموهوبين للسعي وراء شغفهم.